لكي هو دعم المقاولات المصغرة، القطاع غير المهيكل لتشغيل الشباب. هذه الفلوس اللي تعطاو للأسر الفقيرة باش للاستهلاك، علاش ما كانش يعني الدولة تاخد كل أسرة عندها ثلاثة أو جوج أو ثلاثة ديال العاطلين من الولاد ديالها، تشغل واحد فيهم ولا تكونوا كل أسرة تكونوا فاش يولي منتج، فوت ما تعطي دعم استهلاكي تعطي دعم إنتاجي لكل أسرة. من اللي دارت الإحصائيات وصابت الأسر الفقيرة، هذيك الأسر الفقيرة غالبا كاين عاطل من جوج أو ثلاثة ديال العاطلين داخل الأسرة. الدعم الحقيقي هو الدعم الإنتاجي. هذا التفكير بهذه الطريقة الهيكلية ما كاينش، غائب. ولهذا الآن حقيقة أنه جوج ديال الأخطار الكبيرة في المغرب هي الجفاف في القطاع الفلاحي ونتائجه على البطالة، لأنه قالوا بأنه القطاع الفلاحي فقد تقريبا 200 ألف منصب شغل في عام 2023. احنا 24 تنعيش في الجفاف. النقطة الثانية المهمة هي من اللي تيقولوا كل حكومة غادي ندعم هذا القطاع، هاد جوج القطاعات، الفلوس اللي غادي تدعم بهم علاش ما تجيبهمش من التقشف ديالك، من السياسة ديال التقشف؟ علاش عاوتاني من اللي غادي تبغي الدعم غادي تمشي تقلب إما على الضرائب، وراه كاينة حملة كبيرة على الضرائب، على الدخل والضرائب على الاستهلاك ولا تي في ا، يعني واحد الحملة لا مثيل لها في التاريخ ديال المغرب لجمع المال. الطبقة الفقيرة عبر لا تي في ا، لأنه لا تي في ا معناها أنه كل استهلاك تتخلص عليه الضريبة، ومن الطبقة المتوسطة. إذا هذه الحملة الكبيرة على الضرائب على الطبقة المتوسطة معناها غادي تبطل الطبقة اللجوء إلى مزيد من القروض، وإحنا قربنا نوصلوا ل 100% من المديونية ديال المغرب بالنسبة للدخل ديال السنوي ديالها.